حساس علينا. اهدوا بس عليا كده شوية وخليني افهمكم الموضوع كله، لان من الواضح ان فعلا انفيديا كانت بتتجسس علينا. هو في البداية كده مش تجسس بمعنى التجسس، خلينا اشرح لك الموضوع. في 2016 ظهر على الانترنت وبالاخص للناس المهتمين بعالم التقنية وعالم الهاردوير توبك بيقول ان انفيديا بتتجسس علينا وعارفة كل حاجة عننا وعن اجهزتنا وعن استخداماتنا، وبشكل من الاشكال بتستفيد من الداتا دي. طبعا مش استفادة مادية، مش عاوزك عزيزي المشاهد تكون مصدوم. الكلام ده بيحصل بصفة مستمرة، وغالبا بسبب ان انت ما بتقراش التيرمز انت بتوقف عليها من غير ما تقراها في اي سوفت وير. الموضوع مكتوب صراحة، لدرجة ان في بعض البرامج عشان تعديك المرحلة اللي قبل تصطيب البرنامج بتخليك مجبور تسكرول لحد اخر الاجريمنت عشان بس يبرأ نفسه من تجميع المعلومات. شوف ازاي. وخليني ابدا الكلام بجملتي المشهوره، طول ما انت على النت انت عريان، كل حاجه عندك وعنك معروفه، كل حاجه بتعملها متسجله ومعروفه. جرب كده مثلا اتكلم مع واحد صاحبك في الشات عن اي حاجه، هتفتح الفيسبوك وهتلاقي اعلان عن حاجه مرتبطه بيها او الحاجه نفسها. يا عم مثلا انت انسان انطوائي او انتقائي او ما بتكلمش حد على السوشيال ميديا، ممكن مثلا فجاه تفتح الفيسبوك تلاقي عروض على فلاشات هاردات جايه لك وانت اساسا ما دورتش. طب ازاي ده؟ عشان الويندوز عارف انك ما عندكش مساحه مثلا على الهارد الداخلي بتاعك، فبيبعت الداتا بتاعتك دي لفيسبوك مثلا ويقول له الحق لي الواد ده ما عندوش مساحه كافيه، يوم الفيسبوك مغرقها لك اعلانات. بلاش الشات وبلاش نقطه الويندوز. خلينا ناخد كده تجربه شخصيه. انا من كام شهر كنت بدور على تكييف، وكراجل احتسب نفسي من معشر الجيكس فتحت جوجل وشفت التكييفات اللي موجوده، خلصت واستقريت على واحد، فتحت الفيسبوك وقاعد بسكرول التايم لاين على اريكا بتاعتي، واذا فجاه الاقي اعلانات التكييفات من كل مكان قدامي، اللي هو مش كده يا جدعان، دي هي كلها دقيقتين ما بين الابلكيشن ده والابلكيشن ده. الله، ما بالراحه يا جدع انت وهو. فمن الاخر كده مهما عملت انت كل حاجة عنك معروفة، والشركات بتطوح لبعضها البيانات، وده مكتوب ومعروف، فخاف يا ابن الناس على الهيستوري بتاعك. ويمكن ده واحد من الاسباب اللي عمك مارك زوكربيرج كان مزنوق في المحكمة بسببها، قال يعني الموضوع جديد وكل اللي كانت عايزة تعمله الحكومة الامريكية وقتها ان بس عاوز تفرض سيطرتها على امبراطورية الفيسبوك. المهم رجوعا لمرجعنا، انفيديا بتتجسس علينا ليه وايه المهم عندنا عشان انفيديا تتجسس علينا او تعرف معلومات عنه؟ الفكرة ان في 2016 كان في درايفر نزل، والدرايفر ده كان فيه حاجة اسمها تيليمتري، اللي اكتشفوه ان في داتا رايحه جايه من الموضوع ده، وده بيكون باي ديفولت لما بتسطب تعريفات انفيديا وبالاخص منصه جي فورس اكسبيرينس. منصه جي فورس اكسبيرينس اللي مفيش حد دلوقتي ما بيستخدمهاش، اي حد طبعا بيمتلك كارت من كروت انفيديا لازم يستخدمها، لان التعريفات دلوقتي للاسف ما بتتسطبش غير عن طريقها، يعني انت هتنزلها يعني هتنزلها. رد انفيديا على الهجوم ده انها بتستخدم الداتا دي عشان تحسن من مستوى التعريفات بتاعتها وتحسن فكره الاوبتمايز بتاع اعدادات الالعاب اللي موجوده في جي فورس اكسبيرينس. يعني الموضوع عادي ومش جديد، ويمكن ده جوهر الاوبتمايزيشن اللي بتعمله المنصه على اعدادات الألعاب. هي بتسكان الهاردوير بتاعك وتبعت الكلام ده لسيرفرات انفيديا وتقول لهم يا جماعه الراجل ده سيستم مواصفاته كذا وعاوز يلعب لعبه كذا وعاوزني اظبط له الاعدادات، اعمل ايه؟ مجرد ما بتدوس على كلمه اوبتمايز بيبعت البرنامج للسيرفرات بتاعت انفيديا الداتا بتاعتك وبياخد الرد بالاعدادات المناسبه للعبه بناء طبعا على المواصفات بتاعتك. ده ببساطه فكره جي فورس اكسبيرينس وازاي بيشتغل. يعني موضوع تيليمنتري ده مش جديد ولا حتى قديم، بس الفكره في ازاي هيستخدموا الداتا دي. انفيديا ما عندهاش اي مصلحه تاخد الداتا بتاعتك وتبيعها مثلا للشركات الثانيه عشان مقابل مادي، يعني مش انفيديا اللي تعمل كده. هي على حسب تصريحها بتستخدم الداتا على تحسين في اداء الكروت والتعريفات وتعمل مميزات تلبي احتياجات المستخدم، لان زي ما انت شايف دلوقتي منصه جي فورس اكسبيرينس بقت منصه متكامله في كل حاجه. منافس انفيديا اي ام دي بيحاول بس احقاقا للحق انفيديا سابقه في حاجه زي كده، فاللي كان بيتم من موضوع مشاركه المعلومات كان اكبر من كده، لانك لو تفتكر من شويه انا لسه قايل ان المشكله دي كانت موجوده في تعريف في 2016 بالتحديد في شهر نوفمبر، وده كان استعدادا لاعلان انفيديا عن حاجه جديده هتغير نظرتنا لللابتوب. ابتديت تجمع معايا؟ لو لسه ما جمعتش خليني اقول لك ان الموضوع ليه علاقه بالماكس كيو ديزاين. لو تفتكر في حلقه فاتت انا شرحت يعني ايه ماكس كيو ديزاين وازاي بيشتغل التصميم، انه بيلعب على نقطه ما كانتش موجوده الفتره اللي قبل 2019، وهي ان اللابات الهاي اند منها كانت للاسف مش لابتوبات اكتر من بورتابل بي سي. الاجهزه كانت فيها مواصفات ممتازه، بروسيسور، رامات، كارت شاشه اللي يقارب من البي سي في الاداء، مش قوي طبعا، بس كان تطور رهيب جدا عن اللابات زمان قصاد البي سي. التصميم لعب على نقطة ذهبية، الأداء، استهلاك الطاقة، الانبعاث الحراري ومستوى الضجيج اللي جاي طبعا من المراوح، كل ده مع تحليل نمط اللعبة بناء على 400 بروفايل مختلف الإعدادات عن 400 لعبة من الألعاب المشهورة.
وصلت كده فكره التجسس كده. انت غالبا جمعت الموضوع كله. انفيديا كانت بتجمع المعلومات بتاعه الالعاب والاعدادات بتاعتك ومواصفات جهازك وبتحلل الاداء بتاع الجهاز عشان تضيفها في حاجه اسمها انتليجنت فريم بيسنج. التقنيه بتحط كاب او بتحدد الفريمات بشكل يناسب مواصفات اللابتوب بتاعك، فعن طريق الكاب ده اللي هيتحدد عن طريق الاعدادات ومواصفات جهازك يخلي الجهاز يسحب الباور المناسب لمشهد معين في لعبه معينه. بمعنى تاني انت مش محتاج انك تشتغل على نفس الاداء اللي هيسحب نفس كميه الطاقه كل مره وينتج نفس الانبعاث الحراري كل مره هتستخدم فيها اللعبه، لان الجهاز مش فاهم ازاي يسيطر على حاجه زي كده. فاللي بيعمله الماكس كيو ديزاين بناء على الداتا اللي اتجمعت طوال الفترات اللي فاتت انها هتحط افضل سيناريو استهلاك لموارد الجهاز بتاعك في اللعبه، فمش محتاج استهلاك باور عالي بصوره مستمره، بالتالي مش هينتج انبعاث حراري عالي، بالتالي مفيش اي داعي ان المراوح تدور بسرعه عاليه وتطلع صوت مزعج وكان في طياره نفاثه تخرج من اللابتوب. وده يا عزيزي المشاهد ما يعرف بالبيك افشنسي، اعلى نقطه اداء ممكن مع اقل استهلاك طاقه واقل انبعاث حراري واقل معدل ضجيج للمراوح. عشان كده هتلاقي في منصه جي فورس اكسبيرينس كمان حاجه اسمها ويسبر مود. فكره الويسبر مود انها هتحدد المستوى اللي هتشتغل بيه المراوح بناء على الاداء واستهلاك الطاقه وطبعا الانبعاث الحراري. اللي عاوزك تفهمه من الكلام ده ان تصميم ماكس كيو من انفيديا تصميم كامل من حيث الهاردوير، دوائر الكهرباء، السنسورز اللي في الجهاز، وكمان طبعا السوفت وير، لان ما ينفعش نستغنى عنه، لان السوفت وير على حسب القيم اللي بتجيله من الهاردوير هيقدر يهندل كل ده في وقت واحد. عشان كده لو جيت بصيت على اهم مميزات اللابات الماكس كيو مش الاداء بس، لكن الحجم والوزن، ويمكن دول اكتر حاجتين بيواجهوا اي شخص ناوي يشتري لابتوب. هو دايما وابدا بيبص على نقطه دايت شال عادي ولا محتاج مساعده، لان كل اللابات الجيمنج خصوصا الهاي اند منها بوزن لا يقل عن 4 ل 3 كيلو جرام. لو انت طبعا بتروح جيم هتقول يا عم انا بشيل اكتر من كده، معاش وحش طبعا، بس فكره ان ده هيكون دايما حاجه بتتنقل بيها وهتضطر تشيلها كل شويه، وعن تجربه شخصيه اللابات العاليه دايما بتقطم الظهر ووزنها تقيل وشيلها صعب، وزي ما قلت قبل كده ممكن ياخدك سوبليكس عادي جدا. فكره البيك افشنسي خلقت حلول افضل في التبريد زي ما شفنا قبل كده في حلقه فاتت في الزفروس اس، بتقدر تشوفها من هنا. وزنه كان ممتاز جدا، ابعاد الجهاز كانت ممتازه تقارنها باللابات السليم، بس مواصفاته اعلى بكتير من اللابات السليم او الالترا. وفي نفس الوقت الجهاز مع الالعاب والبرامج كان بيأدي كويس جدا، ودرجات الحراره كانت في المستوى الطبيعي لدرجات حراره قطع البي سي زي كارت الشاشه والبروسيسور، بس ده كان جهاز غالي 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 يعني. هل بقى احترافيه التصميم موجوده في لابات اقل بكروت شاشه زي الجي تي اكس 16 سيريس؟ من اول ما اعلنت انفيديا عن فئه 16 سيريس وكان الكل مش فاهم ليه وشمعنا الكروت والاسم ده، ما كنا كملنا على نفس نمط كروت الار تي اكس، بس الشركه ليها راي تاني زي مثلا انت مالك، او شافت ان مش بالضروره الكل يكون مهتم بالري تريسنج والاضافات اللي بيقدمها للمشهد اللي قدامك. فكروت الجي تي اكس المعتمده على معماريه تيورينج بتمثل الاختيار الاقتصادي في اللابات وفي البي سي للالعاب من نوعيه تريبل اي ومن نوعيه الاي سبورتس. ومن اول يوم تواجد الكروت او بمعنى ادق الجي بي يوز الجديده كانت متواجده في اللابات بالتصميم التقليدي وتصميم ماكس كيو، عشان يكون في اختيار قدام المستخدم صاحب الميزانيه الاقتصاديه انه يختار لابتوب مناسب من حيث الميزانيه ومن حيث المواصفات والمميزات اللي عاوزها. لان مش لازم عشان اخد لابتوب بتصميم ماكس كيو ابيع كليه في المقابل، انا ممكن عادي بميزانيه اكيد هتكون اغلى من التصميم العادي بانك تاخد لابتوب وزنه اقل واخف سمكا اقل، مش هتضرب بيه حد يعني، تقدر تقول كده تروح بيه القهوه او الجامعه على سلم الجامعه او سلم المدرج تلعب عليه بي اس او فيفا، يعني مش هيوقفوا بالمترو بحاجه حجمها مبالغ فيه وفي الاخر تقول لهم ده لابتوب. اللي عايز اوصله لك من حلقه النهارده ان موضوع الداتا اللي بتتسرب او بتاخدها منك الشركات مش حاجه جديده ومش حاجه قديمه، ويمكن الفتره الاخيره كل الشركات بقت تعتمد في الداتا على انها يتطور من منتجاتها، يتعرف المستخدم على منتجاتها الجديده اللي يمكن توفر على المستخدم حاجات كتير جدا. اما بالنسبه لفكره الماكس كيو، من اول مره سمعت عنها وبالاخص لما حضرت المؤتمر بنفسي في معرض كومبيتكس 2017 كنت منبهر جدا بالتقنيه والفكره نفسها، ان مفيش حاجه مستحيله في عالم الهاردوير، زي ما بقى طبيعي جدا انك تعمل سبسكرايب لقناه عرب هاردوير عشان حلقات اكتر واكتر عن الهاردوير، وتسجل لايك لو حلقتنا عجبتك، ورايك طبعا تحت في التعليقات في الحلقه وفي فكره الماكس كيو وايه اللي عاوزنا نتكلم عنه في الحلقات اللي جايه. وكالعاده اتمنى اشوفكم في الحلقه الجايه.